السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لانضمامكم إخواني وأخواتي لهذه المحاضرة الإلكترونية بعنوان الصحافة التلفزيونية الأدوات والتأثير. أتشرف بتقديمها إليكم الإعلامي سعيد زويري، منتج برامج وثائقية وحوارية ونشرات أخبار في تلفزيون البحرين. كل الشكر طبعا للجنة التدريب ولوحدة التدريب بوزارة شؤون الإعلام على إتاحة المجال لتقديم هذه المحاضرة عبر تقنية الزوم. في هذه المحاضرة سنتناول العديد من المواضيع، لخصتها في عدد من المحاور. نبدأ بالمنظور الفلسفي للخطاب الإعلامي من خلال تحليل ونماذج وبنية وبناء الخطاب الإعلامي التلفزيوني، آليات التنفيذ وقياس التأثير، والحصانة من التبعية والانقياد للخطاب الإعلامي التلفزيوني. هناك حاجة ليكون الناس في كل مكان على درجة عالية من الوعي في كل ما يبث بوسائل الإعلام، من أجل أن يكونوا محصنين لكي لا يكونوا فريسة سهلة للرسائل الإعلامية التي تبث عبر تلك القنوات. لماذا تم اختيار هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ ما هي منطلقات اختيار هذا الموضوع لهذه المحاضرة؟ هناك تأثير واضح لوسائل الإعلام على المجتمعات وعلى توجهاتها وعلى آراء هذه المجتمعات، والناس يتفاوتون في ردود أفعالهم حول كل ما يبث عبر تلك الوسائل بغض النظر عن مستوياتهم العلمية والثقافية. أيضاً هناك ثورة في الاتصالات والمعلوماتية أحدثت تداخل بين كل ما هو إعلام وما هو دون الإعلام. هذا التداخل أدى إلى ارتباك في المشهد الإعلامي في العديد من الدول. يجب على كل فرد بالتالي أن يحصن نفسه من تبعات الانقياد للوسائل الإعلامية دون أن يكون لديه القدرة على النقد العقلي من خلال العلم والمعرفة لكل ما تقدمه تلك القنوات، وأن يكون النقد موضوعياً مبني على العلم وعلى المعرفة. تطوير المعارف الإعلامية، كل إنسان لابد أن يسعى لتطوير مهاراته ومعارفه الإعلامية حتى إن لم يكن متخصص في مواضيع الإعلام. الصحافة التلفزيونية هو موضوع هذه المحاضرة التي أتشرف بتقديمها للمرة الأولى عن بعد، وجاءت أهداف تقديم هذه المحاضرة بهذا الموضوع وهذه المحاور لكي يعرف كل منا الأدوات التي تجعل الصحفي التلفزيوني قريب من الجمهور، كيف يكون الممارس الصحفي في التلفزيون قريب من الجمهور، علماً أن يفصل عنه أميال وعبر البث الستلايت، وأيضاً هناك تفاوت أيضاً في مقدرة الصحفيين على الوصول إلى الجمهور. كيف نعرف الأدوات التي يمتلكها الصحفي ليس كمختصين وإنما كمشاهدين؟ يهمنا أن نعرف لماذا هذا الصحفي التلفزيوني ناجح وقريب من الناس وذلك لا. كذلك تمييز الفرق بين التلفزيون والهاتف المحمول. تحدثنا في المحاور قبل قليل أن هناك تداخل بسبب الثورة المعلوماتية، تداخل بين ما هو إعلام وما هو دون ذلك، فكيف نميز بين هذه المجالات؟ مجالات الصحافة التلفزيونية تتعدد بين الإعداد لنشرات الأخبار، للبرامج، البرامج الحوارية، برامج الجمهورية، التوك شو، والمراسل التلفزيوني. هناك فارق بين ما تمتلكه وسائل الإعلام المرخصة، التلفزيونية المرخصة، سواء كانت حكومية أو خاصة، ومقدرتها على الوصول للناس والتأثير عليهم. هذا التفاوت بين القنوات التلفزيونية في الوصول والتأثير، سواء كانت القنوات مرخص لها للعمل في هذا البلد أو ذاك أو لم يكن مرخص لها. هناك عدة أسئلة أريد أن أطرحها وأن تشاركوني أيضاً أراءكم فيها، كوننا حالياً نعيش في ظروف جائحة فيروس كورونا. ما كانت أي وسيلة إعلامية مرخصة أو غير مرخصة من الدخول إلى محجر صحي؟ السؤال الثاني، هل تعتقدون أن نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، هل تابعتم أحد منهم قام بنقل حدث من غرف العزل والعلاج؟ هل تعتقدون أن مصدر الخبر الآن يهم الناس أكثر من قبل؟ ليس الخبر نفسه وإنما مصدر الخبر،
في ظل هذه الجائحة، هل تعتقدون أن بعض القنوات التلفزيونية استغلت الجائحة للتأثير على بعض المجتمعات التي تنساق للإشاعات؟ هل هذا العمل أخلاقي أو لا أخلاقي، دفع المجتمعات للشعور بالخوف والقلق بممررات الحرص على سلامتهم؟ I can't hear them. Where's voice? Okay. I can't hear them. What's the problem? اوكي اخوان، اللي حاب يشارك بالصوت بس يعمل الانميوت الكمبيوتر عنده ويتفضل بملاحظه او في اجابه على اي من هذه الاسئله. لا يوصل صوت. اوكي. برجوكم تستمروا في التفاعل لانه راح احاول اجاوب على الاسئله لان الصوت ما يوصلني. هل يوصل الصوت؟ تفضل، مين معي؟ تفضل. في صوت. بحاول اجرب. تفضل اخوي. أشكرك أولا على الندوة الصحفية عن طريق الاتصال المرئي. أول شيء أحاول أن أبدأ بالسؤال الأول بخصوص وسائل الإعلام، وهل دخلت الحجر الصحي كما دخلنا نحن الحجر الصحي باختلاف المدة حسب كل بلد؟ حقيقة أود أن أقول بأن وسائل الإعلام كانت الأكثر حظ في مسألة دخول الحجر الصحي، حيث تمتعت بقدر كبير من الإعفاء في هذا الصدد، حيث دخلت كل البيوت دون استئذان واستمرت على ذلك النهج كما كان سواء قبل الجائحة أو حاليا في فترة الجائحة، لأن ما زلنا حاليا في فترة الجائحة. وتحمل الفرد خلالها مسؤولية بموجبها، استطاع هل قبلها بكل صدر الرحب أم رفضها رفضا قاطعا. فبالتالي كانت المسؤولية
تقع على عاتق الفرد بالمقام الأول أكثر من مسؤولية الإعلام. أخ وليد، من أي بلد تتحدث؟ أنا أتحدث من فرنسا. أهلا وسهلا فيك أخ وليد. طيب هذا يقودنا لسؤال ثاني، أنه إذا كانت وسيلة الإعلام غير مرخص لها بالعمل، هل من الممكن أن الصحفي في تلك الوسيلة الإعلامية يخاطر بنفسه ويدخل إلى محجر صحي؟ وهل من الممكن أن المحجر الصحي أو المستشفى يسمح بدخول شخص غير مرخص له بالدخول من الأساس؟ يعني أعتقد أنه مخاطرة العمل الصحفي تظهر هنا، حيث لا يمكن لأي محجر صحي أو مستشفى أو إدارة مستشفى أن تسمح بدخول أناس يعرضوا بداية أنفسهم للخطر، هم غير مرخصين للوسيلة لنقل رسالة إعلامية حول هذا الفيروس. طيب أيضا يقودنا للسؤال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هل ذهب أي أحد منهم إلى مركز صحي أو إلى مستشفى أو إلى محجر لنقل حدث أو نقل خبر أو نقل معلومة عن أحد المشاهير في هذه المحاضرة الصحية أو المستشفيات؟ إجابة لا. في أحد حاب يشارك؟ تفضل. طيب الصوت لا يصل. على أي حال الموضوع يتعلق أكثر بالمجازفة، المركز الصحي أو المحجر يجازف بإصابة أناس غير مرخص لهم بالدخول؟ قطعا لا. هل الوسيلة الإعلامية غير مرخصة أو وسيلة التواصل الاجتماعي من يستعملها يجازف بنفسه؟ قطعا لا. لكن الصحفي التلفزيوني هذه رسالته وهذا عمله، نعم يجازف بنفسه ويدخل إلى المحجر ويدخل إلى المستشفى وينقل رسالة إعلامية من المحجر ومن المستشفى، لأنه عمله ينطوي على مجازفة، هذا الشيء ثابت وواضح. طيب هل استغلت بعض القنوات التلفزيونية هذه الجائحة للتأثير على مجتمع في دولة أخرى ربما؟ تعرف أن هذه المجتمعات مضطربة وتنساق للإشاعات، وحاولت أن تبث لها رسائل تتعلق بالخوف أو تأثير الذعر أو الاضطراب في هذا المجتمع، وهذا يربط أيضا بالسؤال الثاني، هل هو أخلاقي أم لا أخلاقي أن ندفع المجتمعات للشعور بالخوف والقلق بمبررات الحرص على سلامتهم؟ هل هذا ضمن الصحافة التلفزيونية الواعية والملتزمة؟ للأسف هناك نموذج يتعلق بهذه الجائحة لبعض القنوات التلفزيونية التي انساقت خلف مثل هذه الأفكار وأثارت الذعر في مجتمعاتها أو مجتمعات دول أخرى. نذكر ما قاله رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في بداية الجائحة عندما قال على البريطانيين أن يستعدوا لفقد أحباء كثر لهم بسبب هذه الجائحة، كون بريطانيا لم يكن لديها نية من الأساس لعمل غلق ربما أو تضييق أو شيء من هذا القبيل لمكافحة الجائحة، وإنما على الجميع أن يعتني بنفسه، ما يسمى وقتها بمناعة القطيع. وعندما أصيب رئيس الوزراء البريطاني بالفيروس أدرك خطورة الموضوع، تراجع عن التصريحات، حتى أن بعض وسائل الإعلام البريطانية اعتذرت عن نقل تلك التصريحات التي سببت الاضطراب ربما والخوف في نفوس المجتمع البريطاني. الصحافة التلفزيونية إذن هي طوق نجاة في هذه الأزمات، ونحن الآن في أزمة، كل العالم في أزمة، نرى ونشاهد ونسمع أن الصحافة التلفزيونية هي الأعلى صوتاً وهي الأكثر احتراماً والأكثر انتشاراً والأكثر قدرة على الوصول وعلى التأثير. هذا نموذج لصحفي لا أعرف، يعني ربما هناك تفاوت في أعمار المشاركين، هذا صحفي تلفزيوني مراسل لإحدى القنوات، لقناة CNN تحديداً، لا أدري إذا كان أحد يعرفه. هذا الصحفي اسمه بيتر أرنت، نقل حرب الخليج وحرب فيتنام قبلها، ساهم في تغطية هاتين الحربين لصالح شبكة CNN. يقال أن هذا الصحفي وضع تحليل لمسار حرب على العراق، وهذا المسار ورد فيه اسم وزير الدفاع الأمريكي الأسبق كولين باول. الصحفي بيتر أرنت قال إن كولين باول من خلال أسلحة الدمار الشامل وما إلى ذلك الذي جاء في ملفات الغزو على العراق، بأن هذا السياق كان فيه تلفيق وتزوير للحقائق، وأن الحرب لم تكن مبررة لهذه السياقات التي أوردها كولين باول.
الوزير الأمريكي استغل منصبه للقضاء على تاريخ ومستقبل بيتر أرنت، فاختفى الرجل من وسائل الإعلام واختفت مواده أيضا. هذا دليل على أن الصحافة التلفزيونية قادرة على إحداث التغيير، لديها القدرة على الوصول، لديها القدرة على التأثير. ربما الكثير منكم سواء كمشاهد أو كممارس للعمل الصحفي سواء في التلفزيون أو في غيره من الوسائل ربما مطلع أو يعرف بعض الصحفيين التلفزيونيين الذين كان لهم بصمات وأثروا وغيروا. عندما نسلم بأن هذا العمل الصحفي له أهمية، قادر على الوصول، قادر أيضا على التأثير، لابد أن نعرف ما هي خفايا العمل الصحافة التلفزيونية، كيف تكون ناجح في الصحافة التلفزيونية، كيف تستطيع أن تصل وأن تؤثر. الصحافة التلفزيونية مثل أي عمل في الدنيا، كل عمل في الدنيا لابد أن يكون هناك صفات تتعلق بالإخلاص، الأمانة، الطموح، الالتزام. لكن هناك أمور أخرى ربما تقترب أكثر من خصوصية الصحافة التلفزيونية، تتعلق بالإبداع، الثقافة، التجديد. هذه العوامل تساعد على الوصول، تغيير القوالب والأساليب تساعد على الوصول. أيضا الانسجام مع القصص والمواضيع، أن لا يكون الصحفي التلفزيوني فوقيا أو متعاليا على المواضيع التي يتحدث عنها أو ينقلها، يجب أن ينسجم معها، يتأثر فيها لكي ينقل إحساسه للجماهير. وأيضا أنسنة الأحداث، أنسنة الأحداث هو وضع الحدث في قالب إنساني. ربما يحدث هناك حريق في أي مكان، في بناية سكنية أو في سوق تجاري، يذهب صحفي تلفزيوني يغطي الحدث الحريق كأنه من زاوية ماذا عملت فرق الإطفاء، فرق الدفاع المدني، عدد المصابين، عدد الضحايا إن كان هناك ضحايا، ويعود إلى مؤسسته الإعلامية. لكن صحفي تلفزيوني آخر ربما يؤنسن هذا الحدث ويتناول قصة أحد سكان هذه البناية أو أحد التجار في هذا السوق، ويجعل المشاهد قريبا منه نفسيا وإنسانيا ليتعاطف مع قصته ومع ما فقد من أملاك أو من أقارب أو من أعزاء في خلال هذا الحدث المأساوي. إذن تغيير القوالب والأساليب وأيضا أنسنة الأحداث كلها عوامل للجمهور والتأثير. هذا أول هدف من أهداف الصحفي التلفزيوني، هو الوصول للجمهور. إذا الصحفي التلفزيوني إلى الجمهور فقد حقق أول الأهداف. بعد أن يصل إلى الجمهور لابد أن يحدث تأثير. إحداث التأثير هو أكبر الأهداف وأرواح التي يشتغل من أجلها الصحفي التلفزيوني. ثم يأتي بعد ذلك الإثارة ولفت الانتباه وتحريك نزعة السؤال عند المتلقي. هذه عوامل مؤشرات الوصول. كيف يقيس الصحفي التلفزيوني أو المحطة التلفزيونية أنها وصلت إلى الجمهور وأحدثت التأثير؟ من خلال أنها أثارت الناس، لفتت انتباههم، حركت عندهم الفضول أو نزعة السؤال. إذا لم تستطع المحطة التلفزيونية والصحفي التلفزيوني والمشتغلين في الصحافة التلفزيونية أن يؤثروا، أن يصلوا أولا ثم أن يؤثروا ثم أن يقيسوا هذا التأثير، هنا يصبح العمل التلفزيوني بلا فائدة، عديم التأثير، لأنه لم يصل. ساعات وأيام من البث ومن جهد الصحافي في إنتاج المادة التلفزيونية تكون ذهبت في الفراغ بلا فائدة، لأنه لم يصل ولم يحدث التأثير. الآن هناك تأثير أكثر ربما تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، كون وسائل التواصل الاجتماعي توجد في جيب كل منا، وبالتالي تكرار ما يبث في وسائل التواصل الاجتماعي ربما يكون أكثر قدرة على التأثير على الناس كونه يصل لهم دائما. وبالتالي السؤال، إذا كان العمل التلفزيوني وما عمله بيتر أرنت في المثل قبل قليل وقدرة الصحفي التلفزيوني من خلال ما يتمتع به من مهارات، إذا كان أقدر على الوصول وعلى التأثير إذا اتبع هذه المهارات والخطوات وتحلى بهذه الصفات، لماذا تجد الصحفي التلفزيوني نفسه منضم لوسائل التواصل الاجتماعي، أنا وأنت والثاني والآخر؟ لماذا تجد القنوات التلفزيونية نفسها لها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين لديها شاشات تبث 24 ساعة موجودة في كل البيوت
لكن مع ذلك التلفزيونات وضعت لها حسابات في قنوات التواصل الاجتماعي. لماذا انضم لمواقع التواصل الاجتماعي؟ نحن لا نملك التغيير والتأثير ما لم نكن جزءا من الواقع. إذا ابتعد الصحفي التلفزيوني وإذا ابتعدت القنوات التلفزيونية عن وسائل التواصل الاجتماعي دفاعا عن محيطها وعن نحن نصنع الإعلام ونحن نصنع المحتوى التلفزيوني، وأصابتهم الأنفة بالبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن نحدث تغيير فيها، هي أمر واقع الآن. فبالتالي لجأت مؤسسات وأفراد يشتغلون في الإعلام أو مؤسسات إعلامية لجأت لتكوين منصات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه واقع أنك لا تملك التأثير فيه ما لم تكن جزء منه. وبالتالي حتى أن بعض المؤسسات الصحفية، بعض القنوات التلفزيونية تحولت تماماً للبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبث لايف عبر فيسبوك، عبر إنستغرام، تبث عبر حساباتها في اليوتيوب، واستغنت عن العمل التلفزيوني بمفهومه الكلاسيكي. إذن هناك تنافس، هناك تنافسية بين التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بالعكس بين وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. التلفزيون يتمتع بتاريخ أكثر من 100 عام، وبالتالي له وجوده وله حضوره، ورسالته الإعلامية لها قواعدها ولها أساليبها ولها فلسفتها سنأتي عليها بعد قليل. لكن هل تعتقد أنه هناك في تنافس بين التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم. طب هل هناك تنافس بين التلفزيون نفسه، بين القنوات التلفزيونية، بين الصحفيين التلفزيونيين أنفسهم؟ نعم هناك تنافس. ما الذي فرض هذا التنافس؟ أنت وأنا المتلقي، المشاهد هو الذي فرض هذه التنافسية. هناك تنافسية في وسائل التواصل، في وسائل الإعلام التلفزيوني، فرضها المشاهد المتلقي، وجعلت العمل التلفزيوني ربما أكثر دقة وأكثر حساسية وأكثر نزق بأن يكون الصحفي يسعى إلى تجويد ما يقدمه. الدليل على ذلك، هناك أدلة كثيرة على أن هناك تنافس بين القنوات التلفزيونية. أولاً، أن الصحفيين التلفزيونيين يتنقلون من قناة إلى أخرى. القنوات التلفزيونية تحاول أن تخلط الأوراق وأن تقلب الوجوه وأن تأتي بوجوه جديدة دائماً، هذا دليل على أنها تبحث عن مشاهد. دليل آخر، الرعاة السبونسرز، الرعاة التلفزيونيين للقناة سين والقناة صاد، ينتقلون من قناة لأخرى حسب البرامج الأكثر مشاهدة، حسب الفترات التي تكون أكثر وصولاً للناس. لماذا؟ لأنه لديه الرغبة أيضاً في الوصول إلى الجمهور لتسويق أفكار، لتسويق سلع، لتسويق منتجات. إذن هذه التنافسية قائمة، وهذه التنافسية موجودة، وهذه التنافسية يعني ربما ساهمت في نحت العمل التلفزيوني لخروجه بشكل أكثر جودة مما كان عليه سابقاً. الآن العمل التلفزيوني استفاد كثير من الفن ومن العلم. إذا كانت القنوات التلفزيونية تنافس بعضها بحثاً عن التأثير وبحثاً عن الوصول، هل المشاهد يميز أيضاً بين قناة وأخرى؟ هل لديه ولاء لقناة ولا يحط يعني يحب قناة معينة ولا يضعها في قائمة المفضلة؟ نعم نعم، هناك مشاهدين يفضلون قنوات على قنوات، وأنا وأنت من ضمنهم. لكن السؤال، لماذا؟ لماذا تفضل قناة سين على القناة صاد؟ لماذا القناة سين دائماً في رأس قائمة المفضلة، والقناة صاد لا تعرف أصلاً ما هو شعارها وما هو خطابها؟ هناك عاملين أساسيين. العامل الأول له علاقة بأيديولوجيا القناة وأيديولوجيا المتلقي، والعامل الثاني التجديد. إذا كانت القناة منسجمة أيديولوجياً معك، سيكون لك ولاء لهذه القناة. إذا كانت تقدم هذه القناة الجديد، سيكون لك أيضاً ولاء لهذه القناة. طيب، ماذا إن كان هناك انسجام أيديولوجي لكن بدون تجديد؟ ماذا إن كان هناك تجديد بدون انسجام أيديولوجي؟ في الحالة الأولى، الانسجام الأيديولوجي والتجديد ولاء مطلق. إذا كان الانسجام الأيديولوجي بدون تجديد، لن يكون هناك ولاء مطلق أبداً، حتى وإن اتفقت مع هذه القناة.
لأن التجديد والتغيير والتنويع في الأساليب والقوالب هذا أحد أهم جواذب المتلقين للعمل التلفزيوني. طب إذا كان هناك تجديد ولم يكن هناك انسجام أيديولوجي، نعم سيكون هناك ولاء أعلى من الرتبة السابقة، لكنه لن يكون ولاء مطلقا بشكل كامل. الدراسات العلمية تقول أن كل 40 ثانية المشاهد يعيد تقييم القناة التي يتابعها. إذا شعر بالملل أبقى عليها، إذا شعر بالملل حول عن هذه القناة، إذا وجد أن فيها تنويع وتجديد وتغيير في القوالب ولم يشعر بالملل أبقى عليها. مسافة قصيرة تفصل المشاهد عن القناة التلفزيونية، مسافة قصيرة بجهاز التحكم عن بعد يستطيع أن يحول القناة. الذي يميز القنوات التلفزيونية والصحفيين التلفزيونيين في العمل التلفزيوني من أجل الوصول والتأثير وأيضا من أجل الحفاظ على المتلقي وبالتالي استقطاب الرعاة السبونسر وبالتالي أن تكون القناة أكثر انتشارا أكثر وصولا أكثر قدرة على التأثير أكثر قدرة على لفت الانتباه وبالتالي ستكون حتما أكثر دخلا لأن الرعاة والسبونسر سيكونون مهتمين بهذه القناة، يرتبط بالتوقيت والمدة والأفكار المركزة. هذه العوامل الثلاث هي التي تجعل الرسالة تصل بشكل سليم، لأن الفكرة تقول الأفكار المركزة تحتاج إلى وقت أكثر لإنتاجها تلفزيوني، وبالتالي العمل التلفزيوني لكي يكون مميز يحتاج إلى وقت أكثر. هذا ليس صحفي تلفزيوني، هذا شخصية سياسية. لا أعرف إذا كان أحد منكم يعرف، هذا الرئيس الأمريكي ويلسون، الرئيس 28 للولايات المتحدة الأمريكية، ليس صحفياً. لكنه قال عبارة تؤكد على أن المدة والتوقيت والأفكار المركزة في العمل التلفزيوني هي المهمة، بل هي الأهم. قال له سيادة الرئيس لو أردت أن توجه كلمة للأمريكيين في دقيقتين كم يلزمك لتكون مستعد لإلقاء هذه الكلمة أو هذه المقابلة من دقيقتين؟ قال ربما أحتاج إلى 7 أيام أو أكثر. قالوا له طيب إذا أردت أن توجه كلمة للناس في 10 دقائق قالوا له كم يلزمك لتكون جاهز؟ قال أحتاج ربما إلى 3 أيام، 2 أو 3 أيام لأكون جاهز لهذه 10 دقائق. لاحظوا المدة الزمنية طالت من دقيقتين يحتاج إلى 7 أيام للتحضير، مددوا المدة الزمنية إلى 10 دقائق، فترة التحضير تقلصت، تناسب طردي عكسي، زادت المدة في التحضير للمادة التلفزيونية تقل مدة التحضير، زادت مدة البث التلفزيوني لا يكون لديه مشكلة. قالوا لي إذا أردت أن تتحدث 10 دقائق للأمريكيين قال أحتاج 3 أيام تحضير. قالوا له إذا أردت أن تتحدث للأمريكيين في ساعة كاملة قال هم الآن أعطوني الهواء وأعطوني مذيع والآن أخرج على الهواء على الناس في ساعة أتحدث لهم ساعة. لماذا؟ لأن أفكار الرئيس في ساعة يخوض في كل المواضيع ويتحدث في كل شيء ويذهب شرق وغرب وشمال وجنوب دون أن يكون مركز على فكرة أو أفكار معينة يريدها خلال هذه الساعة حديث. لكن الدقيقتين في العمل التلفزيوني قال إنه يحتاج إلى 7 أيام للتحضير لها، لأنه لابد أن تكون الدقيقة في العمل التلفزيوني محكمة ومحسوبة ومعروفة الأفكار وتكون مركزة ومحتواها دقيق ولا يحتمل التأويل. هذه أحد الدروس اللي بتأكد إنه كل ما كانت الأفكار مركزة كل ما احتاجت إلى عمل أكثر تلفزيونياً. ربما لا تحتاج لهذا الوقت لكنها لن تكون مميزة ولن تكون فيها إبداع ولن تجذب المشاهد، وهذا ما لا يريده العاملون في الصحافة التلفزيونية ولا يريدها القناة التلفزيونية نفسها. أعرض لكم أسئلة ونماذج. اللي يريد أن يتفاعل بالصوت يا جماعة ممكنه بس فقط أنه يفتح الانميوت يلغي الميوت من الجهاز. من يستطيع أن يتذكر مادة تلفزيونية
ثبتت في عقول الناس، كانت بليغة إلى درجة تفوق كل الكلمات، وأيضا تم توظيفها لنقل رسائل أبعد من هذه الصورة نفسها، أبعد من هذا الفيديو نفسه. هناك نماذج كثيرة، بالآلاف النماذج، لكن حاولت أن أختصر اليوم، أتي بعدة نماذج حية ربما الكثير شاهدها أو شاهد نتائج هذه النماذج التلفزيونية، وكون لدينا ما شاء الله يعني مشاركين من كثير من الدول، فتكون النماذج شاملة وتهم الجميع. يعني هذه الصورة الأولى، هذه الصورة أحد يعرف هذه صورة ماذا؟ جدار برلين. هذه صورة، نعم هذه صورة انهيار جدار برلين أكتوبر 89 بالضبط. في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات حتى منتصف أو ما بعد التسعينيات، هذه الصور، ليس هذه الصورة تحديدا لكن صور انهيار جدار برلين بشكل عام، تم توظيفها بشكل هائل في وسائل الإعلام الغربية من أجل إيصال رسائل معينة. ما هذه الرسائل التي أرادوا إيصالها؟ ليس فقط انهيار جدار برلين انهيار مادي، وإنما انهيار فكرة، موضوع. هذه الصور تم تأكيد على انهيار الشيوعية واتجاه العالم نحو القطب الواحد، نحو الرأسمالية. هذا التوظيف لهذه الصورة نجح، ربما في غضون 5 أو 6 سنوات كان مؤدي هذه الصور المتعلقة بانهيار جدار برلين كانت قد أدت الغرض منها تماما. هذه صورة أخرى للطفل الفلسطيني محمد الدرة. هذا الطفل احتمى في والده أثناء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي رصاص حي في الشارع اللي كان يعبر فيه. الطفل محاولة الاحتماء بوالده لم تنفع، استمر إطلاق النار وأدى إلى مقتل الطفل محمد الدرة ووالده، استشهادهم. تم توظيف هذه الصورة حتى في وسائل الإعلام الصهيونية بأنه جزء من بطش آلة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة شعب غزة. تم توظيف هذه الصورة حتى في وسائل الإعلام إسرائيلية، في وسائل الإعلام العربية وإسلامية، من وسائل الإعلام العالم الحر، وظفت هذه الصورة للتأكيد على أنه هناك ظلم يتعرض له الفلسطينيون، هناك إطلاق نار على طفل يحتمي بوالده في الشارع وأنارمد، غير مسلحين، يضح تماما أنهم غير مسلحين. هذه صورة ثالثة، هذه الصورة تلقائيا ربما يعني ممكن أن يكون في مشاركة. صورة ماذا هذه؟ سقوط امتحان الرئيس الراحل صدام حسين. سألت عشرات الأشخاص قالوا لي هذه صورة سقوط النظام العراقي. نعم الكثير قال أن هذه صورة سقوط النظام العراقي، هي بثت لكي تمثل وتوصل هذه الرسالة، ووصلت إلى الملايين بأن هذه الصورة وغيرها من الصور تمثل انهيار النظام العراقي، في حين أنها تمثال سحب ووقع، تمثال زي تمثال في العالم. قبل سنوات إن كنتم تذكرون في أحد المدن السورية، لا أريد أن أتحدث لكنها نماذج إعلامية، تم إسقاط تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد، ونقلت وسائل الإعلام عنها إسقاط تمثال لرئيس راحل حافظ الأسد. لم يتم التعامل مع هذه الصورة على أنها ترمز لانهيار النظام السوري، ربما كان يحدث شيء آخر لو تم توظيفها بهذه الطريقة، لكن هذه الصورة لم تمثل على أنها إسقاط تمثال رئيس عراقي، وإنما إسقاط النظام أو انهيار النظام، انهيار الدولة في العراق. فثبت في عقول الناس، الكثير من الناس، بأن هذه الصورة نعم تمثل انهيار النظام العراقي. صورة أخرى وهي من الواقع اليومي الحالي، كورونا بانديميك. هذه صور للفرق الصحية في مواجهة فيروس كورونا، هذا نموذج لهذه الصور، لكن هناك صور أخرى في الكثير من الدول تبث عبر أيام البث التلفزيوني وساعاته بشكل كثيف للفرق الطبية والممارسين الصحيين أثناء عملهم في مواجهة فيروس كورونا. ما الذي يراد من هذه الصورة؟ الذي يراد من هذه الصورة وتكرار صور مواجهة الفرق الطبية لفيروس كورونا هو استدعاء الثناء والتقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها
فرق طبية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك عبر كل وسائل الإعلام في العالم. هذه نماذج عن مواد تلفزيونية مصورة قالت أكثر مما تقوله الصورة، تم توظيفها من أجل رسائل أبعد مما تقوله الصورة، وهذه إحدى مميزات وأيضا إحدى ثمار العمل التلفزيوني وإحدى المفاصل الخطيرة أيضا في العمل التلفزيوني. مناقشة مفهوم الصورة ودلالاتها يضع في عقل الإنسان ترتيب معين. نستطيع فلسفيا أن نعرف كيف تؤثر هذه على تفكير الناس وعلى إنتاج المعرفة لديهم وعلى خلق توجهات لدى الناس، وبالتالي التأثير في الرأي العام وخلق رأي عام. العاملون في التلفزيون يعرفون تماماً حجم تأثير الصورة وأيضاً حجم تأثير الكلمة، لأنه الصورة تلفزيونياً كما عرضنا قبل قليل، لكنها تكون محمولة أيضاً بكلمات، يجب أن تكون محمولة أيضاً بكلمات تساعد على إيصال الفكرة وعلى البلاغة بشكل أكبر. الآن بنتحول مادة علمية قليلا ربما تكون يعني جامدة نوعا ما، لكنها ضرورية. المنظور الفلسفي للخطاب الإعلامي، المنظور الفلسفي للخطاب الإعلامي في صناعة التلفزيون، الإعلام التلفزيوني، هناك توجهات ومعارف عند الجمهور، لذلك هي مسؤولية كبيرة. الإعلام يفسر بنظريات عدة، هناك تعريف إعلامي فلسفي للإعلام، هناك تعريف منهجي، هناك تعريف اجتماعي، هناك تعريف علمي، لكل منها مفاصله. يعني فلسفة الإعلام نظري وتجريبي، لا نريد أن ندخل أعمق من ذلك في الفلسفة الإعلامية، لكن كمقدمة بعد قليل إن شاء الله ستلاحظون أن الفلسفة تدخل في كل شيء في مناحي الحياة. ومؤخراً وجدنا إحدى الدول العربية قررت إعادة تدريس الفلسفة، لأنها فعلاً تدخل في تكوين عقل الناس وتشكيل رؤاهم وتصوراتهم عن الواقع، عن المجتمع، عن الحياة، عن الخارج، وهي دولة الإمارات. هذه خطوة تحسب لدولة الإمارات، لأنه الكثير من الدول العربية أوقفت دراسة الفلسفة في السبعينيات وبعضها في الثمانينيات، وبعضها ظلت مستمرة حتى التسعينيات في تدريس الفلسفة في المدارس وأيضا في الجامعات. الآن في العالم العربي ربما لا يوجد هناك فلاسفة كثر أو منظرون فلسفيا في الإعلام. الإعلام إما فلسفيا، يعني التفسير الفلسفي للإعلام تناوله نظريا وتجريديا. نظريا أن تفسر علاقة الإعلام بغيره، بالسياسة، بالعلم، بالدين، بالأخلاق. تجريديا تنقل الرسالة الإعلامية بغض النظر عن مكانها وزمانها. التعريف الثاني هو تعريف المنهج للإعلام. هذا التعريف ينطلق من معرفة أنه حركة الإنسان، جدلية حياة الإنسان تمر بثلاث مراحل: مشكلة، ثم حل، ثم عمل. الإعلام من منطلق هذا التعريف يهتم بهذه، بنواتج الحركة الجدلية للإنسان: مشكلة وحل وعمل. وبالتالي يقدم المشكلة، هذا الإعلام يقدم المشكلة ويقدم الفكرة الحل، ثم يقدم خطوات الحل. وبالتالي هناك رسالة للإعلام في منظور فلسفي، أنه يجب أن يساهم أيضا بخلق رأي عام، بخلق توجهات الناس، نقل مشاكلهم، تقديم تصور عن حل المشاكل وعن طريقة حلها أيضا. تعريف علمي للإعلام ربما يكون هذا، يعني الفرق بينه وبين التعريف السابق أنه غير معني كثيرا بقضية الحل. معلومة يرى أنها جديدة، يرى أنها جديرة بالنقل، جديرة بالنشر، يجمع هذه المعلومات من مصادرها، ينقلها، يتعاطى معها، يقوم بتحريرها، بصياغتها، ثم ينشرها بأي وسيلة متاحة لدى الإعلام، لكنه غير معني ولا يلتفت بكيف تكونت هذه المشكلة وما الطريقة إلى حلها. أيضا هناك لدينا تعريف منهجي.
له علاقة أكثر بالمجتمع، يعتبر أن المادة الإعلامية في المجتمع، أن المجتمع هو أساسها، وأن الأخبار التي تنقل في هذا المجتمع هي التي تنعكس عن هذا المجتمع، هي لا تصنع المجتمع وإنما هي انعكاس عن المجتمع، آراء الناس في المشكلات الاجتماعية، الحلول، كيف ينظر الناس لحياتهم، للمشاكل التي يعيشون فيها، هذا ما ينقله هذا التعريف المنهج الاجتماعي للإعلام، ويقدر بناء على ذلك ما الذي يحتل الأهمية من أجل أن ينشر أو يبث أو يذاع. نأتي الآن للحديث عن دور الإعلام. الإعلام لا يمكن أن ينكر أحد دوره، يعني سواء من خلال معرفتنا السابقة أو من خلال ما تم تقديمه حتى الآن في هذه المحاضرة. الإعلام التلفزيوني عندما بدأ لم يكن كما هو الآن. الإعلام التلفزيوني جاء محمول على العلم الذي أوصل الناس إلى وجود التي في شانل، القنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى الأدوات التي تساعد في الوصول والانتشار، التلفزيون، شبكات، بداية البث قبل الرقمي، ما قبل البث الرقمي، اللواقط، ثم البث عبر الستلايت، ثم البث بالكوابل، ثم البث بالاشتراكات، ثم البث عن طريق الإنترنت، أبل تي في ونتفليكس، هذا كله إعلام، لكن ربما يكون هناك فرق بين الإعلام الترفيهي والإعلام الجاد. قيمته الإعلام الجاد. كل هذا يثبت أن ما تطور في الإعلام يثبت أن كان له دور، لو لم يكن له دور لما تطور، لو لم يكن لما تطور. جاء الإعلام محمولا على العلم أولا، ثم وظف الفن واستفاد من الفن، وبالتالي تجد الآن أن في المواد الإعلامية التي تنشر وتبث هناك جوانب فنية فيها حقيقة. بعض البرامج الحاسوبية المنتشرة تقدم للتلفزيون جوانب فنية جمالية تستطيع أن تجذب المشاهد وبالتالي تخلق في داخله التأثير المطلوب. العلم والفن إما أداة وإما وظيفة استفاد منها الإعلام التلفزيوني بالتأثير على الناس ومسالكهم. بالتالي الإعلام التلفزيوني استطاع أن يوفر للناس معرفة، وأن يوفر لهم مقدرة على الوصول لمجتمعات أخرى، وأن ينقل لهم أحداث مجتمعات أخرى، وأن يتابع أيضا التطور الاجتماعي، وأن يكون لديهم آراء حول مشكلاتهم ومشكلات غيرهم. لتحقيق كل هذه الأهداف والوصول إلى فعلا دور مؤثر وبالغ للإعلام، لابد من أن يكون هناك تخطيط سليم للإعلام، تخطيط يقود من أجل الوصول إلى الرسالة الإعلامية. الإعلام السليم هو الإعلام القائم على الأسلوب العلمي وعلى التخطيط. هناك طريقة علمية وهناك مخطط من أجل الوصول إلى النتيجة، لا تجربة وخطأ في الإعلام. حديثنا عن الإعلام التلفزيوني أيضا لا يوجد تجربة وخطأ، نجرب نرى هل هذه المادة ربما تحدث التأثير، هذا لا يوجد في الإعلام التلفزيوني. يجب أن يكون قائم على الأسلوب العلمي، معرفة، وعلى التخطيط، ولا يتم أبدا التعويل على لنجرب، نجرب ونرى ماذا يحدث، لأنه أي محاولة لبث رسالة إعلامية لتحقيق هدف أو غايات إعلامية بدون معرفة سابقة لدى القناة التلفزيونية أو العاملين فيها أو الصحفيين التلفزيونيين كيف تكونت هذه الأهداف، كيف سنصل لتحقيقها، إذا لم يكن لدينا تصور شامل مبني على العلم والمعرفة لن تكون هذه الوظائف ناجحة، ولن نتمكن من تحقيق أهداف الخطة الإعلامية التي تم وضعها. التخطيط في المجال الإعلامي ربما يتفوق في أكثر من هذا الجانب النظري الذي تحدث عنه، لأنه ربما يتدخل أكثر في الحدث حتى قبل وقوعه. ربما تخطط وسائل إعلامية لحدث معين لم يقع، هناك مقدمات ربما لوقوعه، وتستطيع الوسيلة الإعلامية التلفزيونية أن توجه الحدث وأن توجه آراء الناس وأن تعبث بوعيهم إما إيجابا وإما سلبا، وبالتالي تستطيع هي أن تتحكم
في الحدث عندما يقع، لأنها ساهمت في الوصول إليه، وأن تتعامل مع نتائجه لأنها خططت أيضا منذ البداية، وبالتالي تكون أكثر قدرة على الإقناع وتكون رسالتها أكثر شمولا وتتجاوز مرحلة بداية المشكلة ثم ذروة المشكلة ثم حل المشكلة، لأنها واكبت وخططت لحدوث هذا الحدث منذ البداية. التخطيط الإعلامي بناء على ذلك بيتضمن النظرية الإعلامية والاستراتيجية الإعلامية. النظرية هي مجموعة حلول للمشاكل، مجموعة الحلول للمشاكل. أنا أريد أن أطبق نظرية إعلامية على المؤسسة سين، أتناول هذه النظرية، سنأتي لها بعد قليل طبعاً، النظريات الإعلامية، أتناول هذه النظرية وأعتبر أنك إداري أو كمسؤول في هذه القناة التلفزيونية أو كصحفي تلفزيوني أن هذه النظرية هي التي سوف توصلني إلى أهدافي وغاياتي الإعلامية. ثم بعد ذلك أضع الاستراتيجية الإعلامية. الاستراتيجية الإعلامية هي ترسم الخط الوهمي الثابت بين الفلسفة أو النظرية التي وضعتها وبين الهدف الذي أريد أن أحققه. كيف أمشي في هذه الطريق للوصول إلى الهدف؟ بين النظرية والهدف يجب أن يكون هناك استراتيجية يتم العمل بها من أجل الوصول إلى الهدف. الآن هذا يقود للحديث عن فلسفة الإعلام. هناك نظريات عدة في الإعلام، لا تتوقف النظريات الإعلامية، لكن أنا جمعت أبرزها وأهمها التي تفسر لنا كيف وصل الإعلام التلفزيوني منذ بداياته إلى الآن. وربما أكثر ما يمسنا في كمجتمعات شرقية، أعلم أن هناك مشاركين من دول أخرى، لكن أيضاً ليكسبوا معرفة عن المجتمعات العربية في الشرق وأيضاً في الغرب، معظم دول العالم الثالث هناك تتفق على بعض النظريات وترفض بعض النظريات الإعلامية، لكن هذه النظريات الست أو السبع نظريات ربما هي الأكثر تفسيراً لكيف وصل الإعلام إلى ما نحن عليه الآن. هذه المادة الآن يعني ستكون ثقيلة نوعاً ما، تحتاج إلى بعض الانتباه لكي نفرق، لأن حاولت أن أفرق بين كل نظرية وأخرى وما الذي أدته. ربما في ذهن كل واحد منا سيبدر فكرة قناة معينة أو دولة معينة توظف هذه النظرية أكثر من غيرها، فنكون منتبهين. النظرية هي نظرية السلطة، النظرية الثانية هي النظرية الليبرالية، ثم نظرية المسؤولية الاجتماعية، ثم النظرية الماركسية، والنظرية التنموية، والنظرية المشاركة الديمقراطية، والنظرية الإسلامية أيضا. هذه النظريات الأبرز يعني ربما في تكوين العمل التلفزيوني والصحافة التلفزيونية، كيف تكونت وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن. الآن ما الذي بقي من هذه النظريات وما الذي انقرض وانتهى؟ أثناء الحديث ستعرفون ربما أن بعض النظريات بقيت دولة واحدة تشتغل بهذه النظرية، بعض النظريات هناك دولتين أو ثلاث تشتغل بها، بعض النظريات هناك وسيلة إعلامية واحدة تشتغل بها، ليس دولة وإنما وسيلة إعلامية واحدة، وبالتالي هناك تفاوت في ما يطبق من هذه النظريات، وكل ذلك من أجل هدف واحد هو الوصول والتأثير. كل هذه النظريات وغيرها أيضا العشرات من النظريات أو الأفكار التي تكون أقل من النظرية، كلها هدفها الوصول والتأثير. النظرية اللي بنتحدث عنها هي نظرية السلطة. تخيل معي نظرية السلطة أو بين قوسين الاستبدادية، فرد أو مجموعة يعتبرون أنهم مسؤولين عن سلامة وعي وتكوين ثقافة المجتمع، وبالتالي يضعون الخطوط العريضة لهذه المادة الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام. إذن هذه الفرد أو هذا المجموعة الذين يتبنون هذه النظرية، مثلما أنهم يديرون المجتمع أيضا يديرون الإعلام ويديرون السياسة، يوجهون الإعلام مصلحة الشعب وفق ما ترى هذه الفئة، بأن مصلحة الشعب تقتضي أن تكون هذه الرسائل الإعلامية وهذه النظرية وأن تبث بهذه الطريقة وأن تكون هذه القرارات.
هذه النظرية واضح من اسمها أنها أكثر تشدداً في التعامل مع وسائل الإعلام وفي التضييق وخضوع السلطات، سلطة الإعلام، يعني أن يكون الإعلام خاضعاً لهذه السلطة وفقاً لهذه النظرية. النظرية الأخرى هي مناقضة تماماً لهذه النظرية، وهي نظرية الحرية أو الليبرالية. هذه النظرية ترى أن المجتمع الذي كانت تسعى من أجله النظرية الأولى الاستبدادية أو السلطوية من أجل تحقيق مصلحة المجتمع وفقاً لوجهة نظر هذا الشخص أو هذه الفئة، لا، في النظرية الليبرالية لا، مصلحة المجتمع تتحقق من خلال مصلحة الفرد، كل فرد يشتغل من أجل مصلحته الخاصة، وبالتالي مصلحة المجتمع كلها تحقق من خلال تحقيق كل شخص لمصلحته الخاصة. تدعو أيضاً لأن تكف الدولة عن التدخل في محاولات تغيير الواقع، تمنع الدولة من التدخل في الحرية الفردية والرقابة على الرأي العام، وتدعو لإطلاق حرية الرأي وحرية الإعلام. هذه الأفكار تستوجب بالضرورة أن يكون الفرد له الحرية المطلقة في نشر ما يرى أنه صحيح عبر وسائل الإعلام. وفي هذا أيضا مشكلة، سنرى بعد قليل كيف نقدت كل هذه النظريات لكل منها انتقاداته. وهناك ممارسات عملية على هذه النظرية بالذات في بعض الدول العربية، لا أريد أن أتي على ذكرها. كثير منهم طالبوا بأنه نريد تطبيق هذه النظرية في وسائل الإعلام لدينا، فوجئوا بأن بعض وسائل الإعلام تدخلت في شؤون دول شقيقة وسببت أزمات سياسية لهذه الدول. فوجئوا أن بعض وسائل الإعلام التي اتبعت هذه النظرية في بعض الدول العربية خرجت عن الموروث الديني والثقافي والاجتماعي المحافظ لمجتمعاتها، وأتت بقضايا وبمواضيع وبمشاهد جارحة ومخلة للآداب العامة، فانقلب الناس على هذه النظرية وطالبوا الدولة بأن تكف يد أتباع الليبرالية في الإعلام، لأنهم هكذا يحطمون المجتمعات. وبالتالي هذه النظرية تناقض تماما نظرية السلطة الاستبدادية، لأنها تطلق حرية الفرد في كل شيء وأن ينشر ما يريده وأن ما يعتقد أنه سليم. مشكلة هذه النظرية أنها تفتك بالوعي العام للشعوب، لأنها تعتبر أن تأثيرها ووصولها من خلال ترويجها للحرية يستتبع بالضرورة أن يكون هناك رعاة أو سبونسر، معلنين في هذه القناة، وبالتالي نظرتها للتربح تكون أكثر من نظرتها للقيم التي تبث، وبالتالي تستطيع أن توجه الرأي العام أينما تريد فقط من أجل أن تحافظ على الرعاة، على من يدفع لهذه القناة. بالتالي هي تفتك بوعي الناس وتغرقهم في مشكلات جانبية لا علاقة لها بمشكلات المجتمع بشكل حقيقي، وتزيف أيضاً وعي الناس. النظرية الأخرى نظرية المسؤولية الاجتماعية. هذه النظرية تقوم على ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على الرقابة النابعة من المسؤولية الاجتماعية، يعني أن تكون مسؤولاً حراً الجانب، لكن عليك مسؤوليات تجاه المجتمع. هذه القواعد والقوانين ظهرت في ثمانينيات بعد الحرب العالمية الثانية. هذه النظرية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. رأت أن النظرية الليبرالية فتكت بوعي الناس، حطمت قيم المجتمع، وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك مسؤولية اجتماعية يمارسها المجتمع ويمارسها المشاهدون ويعمل بناء عليها العاملون في مجال الصحافة التلفزيونية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك بعض الأخلاق، بعض القواعد، بعض القوانين التي تحكم العمل التلفزيوني. الإفراط في إعلاء حرية الفرد على حساب مصلحة المجتمع حطمت الكثير من القيم في المجتمع الأمريكي، وبالتالي هذا يؤكد أن الليبرالية حطمت قيم المجتمع وحطمت زيفت وعي الناس أيضاً، لأن هذه النظرية جاءت على أنقاض تلك بأنه الحرية حق وواجب، لكنها أيضا مسؤولية، يجب أن لا نخل بمسؤوليتنا تجاه المجتمع وأيضا تجاه الفرد وتجاه الدولة
لأن المجتمع في دولة معينة التي يبث التلفزيون أو وسيلة الإعلام من أجل هذا المجتمع هم في الأخير أفراد ولهم حقوق، يجب أن نراعي مصلحة الأفراد، لكن يجب أن لا نغفل مصلحة المجتمع وسمعة المجتمع بشكل عام. هذه النظرية تريد أن تحد من تحكم الرغبات الشخصية وتأثير الآراء الفردية في النظرية السابقة، لأنها جاءت بالدافعين الأموال لهذه القنوات الذين يتحكمون بميول الصحافة التلفزيونية وتوجهاتها، وبالتالي يؤثرون في وعي الناس. النظرية الأخرى هي النظرية الماركسية. الصحافة وأهدافها في هذه النظرية تكمن في زيادة نجاح واستمرارية النظام الاشتراكي. هذه النظرية ربما تذكرنا قليلاً بنظرية السلطة، النظرية الأولى، لكن في النظرية الأولى لا يوجد أي اعتبار لمن هو هذا الفرد أو من هي هذه الفئة التي تتحكم بوسيلة الإعلام، بينما في النظرية الماركسية منصوص عليها. لينين كعراب لهذه الحركة حدد اختصاصات الصحافة وأهدافها بأن يكون العاملين في الصحافة من الموالين للحزب الشيوعي، أن الاشتراكية يجب أن تكون في كل رسائل إعلامية لهذه النظرية. الموالي أكثر للحزب هو المتنفع أكثر من وسيلة الإعلام، القادر على الظهور أكثر، القادر على التأثير أكثر. أن تكون وسائل الإعلام وقنوات التلفزيون حكراً على أعضاء الحزب من أجل بث رسائله، وكل أهداف وسائل الإعلام في ظل هذه النظرية تتمحور حول الحفاظ على الحزب وكسب رضا وبث النظرية الشيوعية في كل المتلقين. أهم انتقادات هذه النظرية هو أنها تكريس الاستبداد. نعم مثل النظرية الأولى، لكن النظرية الأولى جاءت معومة دون ذكر فرد أو فئة أو حزب. في هذه النظرية أكدت على أنه الماركسية أنه الحزب الشيوعي هو الراعي المصلحة الأولى من ما يبث في وسائل الإعلام. النظرية الأخرى هي نظرية التنموية. نظرية التنموية، نعم. هذه النظرية ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي. ظهرت أيضاً كرد فعل من دول العالم الثالث على ما جرى في الدول الأوروبية والأمريكيتين في سياق وسائل الإعلام وما تنشر وما تبث وما يحاول أيضاً ذلك الإعلام أن يؤثر في شكل وصياغة الإعلام التلفزيوني في دول العالم الثالث أو الدول النامية. ففي الثمانينيات ظهرت هذه النظرية كرد فعل أيضاً على ما سبقها، ورأى منظرو وأتباع هذه النظرية بأنها ما يوجد في هذه النظرية يتابع أكثر وينسجم أكثر مع الأوضاع القائمة حاليا في الدول النامية. كان هناك العديد من الأفكار التي تتناولها هذه النظرية، نستطيع تلخيصها في أنه تنفيذ الوسائل التنموية، المهام التنموية التي تتفق مع سياسة الدولة، وأيضا بما يتناسب أيضا مع ما يأتي في هذا المجتمع وما يتفاعل فيه. وينبغي أن تخضع هذه النظرية لتخضع حرية وسائل الإعلام للقيود التي تفرضها الدولة وفقا لأولويات المجتمع التنموية ووفقاً أيضاً لأولوياته الاقتصادية. النظرية التنموية أيضاً تعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجية، ولديها العديد من النقاط الإيجابية التي تولي يعني مركزاً أولياً للثقافة الوطنية واللغة الوطنية في كل المحتويات التي تقدمها. هذه النظرية تدافع عن الهوية وعن السيادة وعن خصوصية المجتمعات الثقافية، كذلك تحاول أن تبث في الوعي الاجتماعي بأن الدولة بكل مؤسساتها مسؤولة عن الوصول إلى الأهداف التنموية ومن أجل تحقيق طموحات الأفراد والمجتمع. وسائل الإعلام في هذه النظرية يجب أن تتفق مع السياسة الوطنية القائمة،
لديها حرية، وسائل الإعلام لديها حرية لكنها تخضع لقيود أولويات الثقافة الوطنية، أولويات التنمية في البلد. أيضا لديها رسالة موجهة للدول المجاورة أو للدول الشقيقة أو للدول الصديقة التي تشترك معنا في نفس الهموم من خلال الدفاع عنهم وعن مصالحهم وعن بيان أيضا بيان مستويات التنمية التي وصلت إليها هذه الدول على سبيل الدعم الإعلامي. الدولة تتمسك في هذه النظرية بحقها في مراقبة، وليس تقييد وإنما مراقبة وسائل الإعلام، وكيف تنفذ أنشطتها، وكيف تبث وسائلها عبر وسائل الإعلام، كيف تبث رسائلها الإعلامية، ووضع دائما الأهداف التنموية نصب أعين العاملين في الصحافة التلفزيونية التي تتبع هذه النظرية. النظرية السادسة هي نظرية المشاركة الديمقراطية. هذه النظرية ترفض فكرة المركزية وسيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، لكنها تشجع التعددية والتفاعل بين المرسل والمستقبل. هذه النظرية اهتمت بنقد المفهوم الليبرالي. إذن هذه النظرية بما أنها ترفض سيطرة الحكومة، إذن هي مثل نظرية الحرية الليبرالية، لا سيطرة للحكومة. إذن هي يعني تتفق مع النظرية الليبرالية بأنه لا سيطرة للحكومة، لكنها يعني تتجاهل مشكلة الأقليات، وأخذت عليها أيضا أن الحرية الإعلامية مطلقة، وأخذت عليها أن الحرية الإعلام علاوة على أنها مطلقة لا دخل للدولة بها. هذه حالة الاختباط والتخبط في مقارنة نظرية المشاركة الديمقراطية بالنظرية الليبرالية جعل هذه النظرية عائمة، لا تعرف هل هي ستكون مع الاستبداد أكثر أم ستكون مع الليبراليزم أكثر. اهتمت بنقد المفهوم الليبرالي للديمقراطية والحرية الإعلامية وتجاهله للأقليات، تجاهل أيضا للمشاكل التي تعاني منها الأقليات، لكنها ألغت دور الدولة في إدارة العملية الإعلامية. إذن هي تنقد النظرية الليبرالية في جانب، لكنها تتفق معها في جوانب أخرى، وبالتالي تبقى هذه النظرية عائمة لا حدود لها. النظرية السابعة هي نظرية الإعلام الإسلامي. الإعلام الإسلامي يلتقي مع نظرية السلطة في أهمية وضع ضوابط للعملية الإعلامية. لابد أن يكون هناك ضوابط للعملية الإعلامية تماما كنظرية السلطة. نظرية السلطة أو نظرية الإعلام الإسلامي ترى أنه بخلاف نظرية السلطة أنه هذه الضوابط هي موجودة لضمان تحقيق الحرية وليست معيقة للوصول للحرية. هذه النظرية تلتقي مع نظرية الحرية الليبرالية في أن الحرية الإعلامية مصونة ولكنها ليست مطلقة. الحرية موجودة ومصونة لكنها ليست مطلقة. يلتقي أيضا الإعلام الإسلامي، هذه النظرية تلتقي مع نظرية المسؤولية الاجتماعية بأنه تسعى لخلق توازن بين حرية الفرد وحرية المجتمع، لكنها تختلف عنها في وضع ضوابط تحقيق هذا التوازن. بشكل عام هذه أبرز النظريات الإعلامية الآن التي أثرت في الإعلام وأوصلته إلى ما هو عليه الآن، اللي هي نظرية السلطة الاستبدادية والنظرية الحرية أو الليبرالية والمسؤولية الاجتماعية والماركسية والتنموية والمشاركة الديمقراطية الإسلامية، نظرية الإعلام الإسلامي. هكذا نختم حديثنا عن النظريات الإعلامية. سؤالي لمن يتابع تلفزيون البحرين، أي هذه النظريات برأيكم أكثر قرباً من تلفزيون البحرين؟ ممكن اللي بده يشارك يا أخوان يبطل المايك ويشارك. أستاذ سعيد تفضل، حياك الله. أولاً أنا من متابعين تلفزيون البحرين رغم أنني لست بحريني، ولكن تلفزيون البحرين وأرى بأنه يقدم برامج متميزة تخدم صالح الوطن والمواطن، لذلك فأرى أن نظرية المسؤولية الاجتماعية أقرب بقليل أو أقرب بكثير عفوا
مما يقدمه تلفزيون البحرين؟ هل عنده مشاركات يا اخوان؟ تفضل. مثل أي قناة تلفزيونية لدينا استراتيجية إعلامية تقود إلى نتيجة، ولدينا نظرية إعلامية تطبق للوصول إلى هذه النتيجة. قد يكون هناك خليط من كل هذه النظريات من أجل النتيجة، ولا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. أخونا المشارك قبل قليل قال أنه البحرين ربما يكون أقرب إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية. نعم، هناك العديد من البرامج وساعات البث التي تتبع نظرية المسؤولية الاجتماعية، هذا صحيح، لكن بشكل عام ربما يكون تلفزيون البحرين أكثر تأثرا بالنظرية التنموية، لأنه إعلام متزن، إعلام منضبط، يعني يتماهى مع توجهات المجتمع، يعطي أولوية للهوية الوطنية، يعطي أولوية للتنمية، يركز على قضايا وطنية كثيرة، أيضا يراعي خصوصية المجتمع. بعض هذه النقاط ربما أكثر قربا للنظرية التنموية، لكن هناك ساعات من البث تنطبق معها نظرية المسؤولية الاجتماعية، من حيث أنه المجتمع له حق والفرد له حق أيضا. من لديه مشاركة؟ الآن نريد أن نعرض نماذج. هذا برنامج مجتمع واعي على تلفزيون البحرين. نعم، هذا برنامج مجتمع واعي على تلفزيون البحرين. هذا أيضا برنامج دراما بحرينية. برنامج مجتمع واعي يعني جاء بسبب جائحة فيروس كورونا. هذه مسؤولية اجتماعية كانت على التلفزيون أن يقوم بها، وقام بها تلفزيون البحرين. ينقل في هذا البرنامج رسائل إعلامية تتعلق بقدرة الدولة ومؤسساتها الصحية والإعلامية والأمنية على التعاطي مع هذه الأزمة، وبشكل يعني محدث يوميا أين وصلت الإجراءات. هذا جزء من المسؤولية الاجتماعية. ألو، تفضل. عليكم السلام. هلا، مرحبا. ها، تفضلي. جورتك اللي هو تستحيل جورتك. واو، الصوت خلاص. طيب صك الصوت بس. غريب انا نسيت الصوت. الصوت هنا. الصوت واصل، الصوت واصل ترى اختي. اوكي، البرنامج الاخر اللي هو برنامج دراما بحرينية، هذا بيسلط الضوء على الدراما البحرينية عبر التاريخ يعني، فبالتالي هو مهتم بالعادات والتقاليد واللهجة والتراث، كل هذه القضايا، وهذا أيضا أكثر انسجاما مع النظرية التنموية. برنامج آخر هو برنامج شمس البحرين، برنامج صباحي يومي يقدم عادات وتقاليد أيضا في المجتمع، اللهجة البحرينية، الأكل البحريني، اللباس، التصميم، كل ما يتعلق بالمجتمع، هذا أيضا أكثر قربا بالنظرية التنموية. هذه المحاضرة نفسها هي أيضا دليل على أن هناك دور تنموي ومسؤولية اجتماعية لتلفزيون البحرين أن يعقد محاضرات عن بعد بشكل مجاني للمهتمين سواء في البحرين أو في الخارج، وبالتالي هذا يثبت أن النظرية التنموية وأيضا المسؤولية الاجتماعية ربما أكثر تأثيرا على عمل تلفزيون البحرين. أي أحد عنده أي ملاحظة أو مشاركة يا إخوان أو سؤال؟ شكرا جزيلا لكم. هيك يعني، نعم،
ممكن؟ تفضل. أريد أن أتطرق إلى مجموعة من النقاط اللي تناولتها الندوة، وحبذا طبعا لو كان في جواب عليها بشكل يعني تفضل. تحدثتم في البداية عن انتشار عدد كبير من وسائل الإعلام، خصوصا طبعا نحن نتحدث عن الإعلام التلفزيوني، فبالتالي نتحدث عن قنوات ووسائل إعلام تظهر يعني 24 ساعة على 24 في شاشات التلفزيون. فبالتالي هناك طبعا مجموعة من القنوات الإعلامية، وفي نفس الوقت تحدثتم عن حركات انتقال للإعلاميين، فنجد مثلا إعلامي في قناة معينة، وبعد سنة أو سنتين أو يمكن حتى 10 سنوات نجده في قناة إعلامية أخرى تنافي المبادئ والقيم التي تقوم عليها تلك القناة السابقة التي كان إعلاميا فيها وكان فيها دور نافع. أتذكر وقتها كان هذا الموضوع مطروح في بعض الدول حول منع ما سموه منع الترحال الإعلامي، يعني أن أي إعلامي ظهر مع قناة معينة يجب أن لا ينتقل إلى قناة أخرى يمثل وجهة نظرها، فبالتالي هذا الإعلام يفقد مصداقيته ويسيء إلى مبادئه التي تبناها منذ اليوم الأول مع قناة إعلامية. صحيح على أنه تظهر حالة من الخلافات أو يعني أسباب كثيرة تدفع بهذا الإعلامي إلى الانتقال من قناة إلى قناة إعلامية أخرى، لكن حفاظا على المبادئ الإعلامية المنوط بها من أجل تحقيقها فيما يتعلق طبعا بإرضاء الرأي العام أو بتحقيق التوازن في الرأي العام، يستوجب على هذا الإعلامي أن يبقى على مصداقيته. أريد أن أذكر أيضا نقطة ثانية تتعلق كيف يستطيع الإنسان أن ينجذب إلى قناة إعلامية أو إلى منبر إعلامي معين بخلاف الآخر. سأنطلق من تغريدة نشرتموها أنتم أستاذ سعيد، أنا من متابعيكم بالمناسبة. قلتم أن قبلا لم نكن نعرف الكثير، وكان التلفزيون الرسمي مصدر المعلومة والترفيه، وكنا سعداء. الآن مجتمعنا مليء بالخبراء، لكن لا أحد لديه وصفة السعادة، إذا ما تتذكرونها. نعم. هذه أنا شخصيا أعجبتني كثيرا. لماذا؟ لأن التلفزيون الرسمي، وأعطيتم مثال طبعا تلفزيون البحرين، التلفزيون الرسمي دائما ما يرتكز على مبادئ وقيم، والحمد لله يعني حتى يعني جيلنا، يعني أنا من مواليد التسعينات، جيلنا تربى على يعني تربى في صغره طبعا على التلفزيون الرسمي، وتربى على ما كان ينشره التلفزيون الرسمي، وكنا نشعر وحتى الآن يعني بين الأصدقاء نتذكر أن التلفزيون الرسمي كون تلك الشخصية الوطنية التي نفخر بها ونفاخر بها أينما حللنا وأينما صحيح. دخلنا. وأعتقد أن الأمر يعني حتى التلفزيون الرسمي في الماضي لم يكن يبث 24 ساعة على 24، كان يختل بالنشيد الوطني وكان يفتتح بالنشيد الوطني، يعني هذا في حد ذاته كان يرسخ الهوية الوطنية لكل دولة على حدة، وبالمناسبة ليس فقط في عالمنا العربي، يعني حتى في أوروبا في فترة الثمانينات كان التلفزيون يبدأ بالنشيد الوطني ويختتم بالنشيد الوطني. لكن الأمر ليس هنا، بل إنما التلفزيون الرسمي يعني إذا ما استقرينا يعني حول منطقتنا العربية، التلفزيون الرسمي يبقى تلفزيون ذو مبادئ وذو قيم وذو، صحيح. فبالتالي يبقى الطابع الأساسي الذي يجب أن يتم ترسيخه في الرأي العام هو استمرارية الولاء للمبادئ والقيم التي جبل عليها كل إنسان، ومن خلالها يستطيع أي شخص في الرأي العام أو في الشارع، سواء في مملكة البحرين أو في باقي الدول العربية، أن يستمر عليها حتى مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي أستطيع أن أقول أنها دخلت كمنافس
في معركة لن أقول شرسة، وإنما يعني ربما تجذب طرف لآخر فتحقق حالة من عدم التكافؤ. فبالتالي يبقى، ولكن مع ذلك يبقى التلفزيون هو سيد الإعلام، هو الوسيلة التي تمتلك جرأة وإقدام وفي نفس الوقت شفافية ومصداقية، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تنتشر حسابات كثيرة تبث الأخبار وتبث المواضيع وتبث الكثير من الآراء، والبعض منها صحيح والبعض منها مغلوط. فبالتالي أغلب من كان مختصا في صناعة الرأي العام كان يتحدث عن أن وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور في نشر الإشاعة في الإعلام. قبل أن أختم أريد أن أذكر أيضا نقطة أخرى أشرتم لها عندما تحدثتم عن التغطيات الإعلامية وأعطيتم مثال بجدار برلين هنا في أوروبا في أكتوبر 89، وهذه ذكرها حتى رئيس وزراء فرنسا الأسبق إدوارد فيليب. قال أنه حدث جدار برلين في أكتوبر عام 89 صور لترسيخ مبادئ وقيم. يعني هو كان يتحدث ويقول أن وقتها كان طالبا في معهد العلوم السياسية في باريس، وقال أنه فجأة دخل الأستاذ وقال لنا انهار جدار برلين. فالطريقة التي تحدث بها الأستاذ معهم وحتى عندما نقلت في وسائل الإعلام كانت لتجييش أو لتحسيس الأوروبيين بأن هذه المجموعة التي أقيمت، وكان طبعا مقصود بالمجموعة الأوروبية، أحققت أهدافها بانهيار جدار برلين. فبالتالي ربط تغطية إعلامية بحدث تفاجأ له الكثيرون وكان حدثا مفاجئا، وحتى من كان معنيا بالأمر تفاجأ بسقوط جدار كان يفصل يعني دولتين وعائلات عن بعضهما البعض. نعم، هو حدث، ويعني أوروبا وأمريكا استطاعت أن تستفيد من هذا الحدث وأن تكون هي التي تقطف ثماره. وكما قلنا أثناء المحاضرة بأنه توجيه الرأي العام تجاه أن هناك عالم جديد، هناك رأسمالية، هناك قطب واحد في العالم سيكون هو السائد. سأعلق بشكل سريع ولا أجيب على أسئلة. يعني الحفاظ على المبادئ اللي تحدثت عنه عند المتلقين بغض النظر عن الصراع اللي في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أعتقد أنه نتمنى، لكن هذا حديث عن مدينة فاضلة ربما غير موجود. هناك الكثير من الأوغاد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام التلفزيونية، وهناك الكثير من البسطاء الذين يعني تمشي عليهم زي ما بيقولون يعني مثل هذه الأفكار وهذه الرسائل الإعلامية، وكثير من البسطاء للأسف يعني خدعوا. الموضوع اللي لفت انتباهي وأريد أن أعلق عليه هو حركة الانتقال في وسائل الإعلام، وقلت أنه هناك منع الترحال الإعلامي، أنه الإعلامي يعمل في وسيلة يمنع عليه الانتقال لوسيلة أخرى، وربما هذا استبداد يعني أكثر مما هو محافظة على شكل وهوية وطابع القناة، وأكثر مما هو أيضا محاولة من الصحفي نفسه لكي يبقى متمسك بآرائه ومواقفه. بالتالي عملية منع الترحال أو التنقل هي تحد من حرية الصحفي نفسه. يبقى موضوع أن يشتغل في وسيلة إعلامية ثم ينتقل إلى وسيلة إعلامية أخرى تناقضها تماما وتناقض أفكاره وآراءه، أنا برأيي أنه هذا يعود إلى الصحفي نفسه، إلى المبادئ التي هو يعني منغرسة في داخله. الرأي الشخصي ربما عند ممارسة عمله الإعلامي يشتغل في الإعلام كوظيفة، كأنه يشتغل في وزارة بلديات أو في وزارة أشغال أو في وزارة غيرها من الوزارات، لكنه في حقيقة الأمر لم يدرك أن العمل التلفزيوني هو ليس وظيفة، هو رسالة، وبالتالي من يقبل أن يخون هذه الرسالة أو يتنقل بين وسيلة إعلامية وأخرى بما يخالف مبادئه وما يخالف مبادئ الوسيلة الإعلامية التي كان بها، ربما هذا نتركه لضميره. هذا يعني يثبت أن هناك تنافس محموم بين الصحفيين أنفسهم وبين وسائل الإعلام، والتنافس للعلم لا يكون إلا إذا كان هناك سلعة عليها طلب. لو كان هناك سلعة كاسدة لا طلب عليها، تعاني من حالة كساد، لا يكون هناك تنافس. وبالتالي أينما وصلت وسائل الإعلام الجديد أو الإعلام لوسائل التواصل الاجتماعي، وأينما وصلت وانتشرت وأثرت، يبقى التلفزيون هو سيد وملك وسائل الإعلام، لأنه يتمتع بالصوت
وبالصورة وبالمباشرة وبالقدرة على التحليل، ويعني لديه الكثير وقدرة على الانتشار أيضا، بالإضافة إلى ما يتمتع به من تاريخ يفوق 100 عام. أشكرك أخ وليد على هذه الملاحظات، أشكر الإخوان جميعا على مشاركتهم، أتمنى أني أكون يعني خفيف الظل عليكم، وأني قدمت لكم مادة يعني إعلامية تطبيقية قليلا، وسعت وعي ووسعت وعي الآخرين من المشاركين معنا. سعدت كثيرا في تقديم هذه المحاضرة، شكرا جزيلا للجنة التدريب بوزارة شؤون الإعلام ولوحدة التدريب بوزارة شؤون الإعلام على إتاحة هذه الفرصة. أي أسئلة أي استفسارات أسعد طبعا بمتابعتكم على منصاتي على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أيضا أشتغل في الإعلام منذ تقريبا 15 سنة، لكن لدي منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه إن لم تكن جزءا من هذا المكان لا يمكنك أن تؤثر أو أن تغير. أتطلع للقائكم في محاضرات أخرى، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.